دار العمل المرحلة الابتدائية بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة ملتقى تكويني لفائدة المربين وناشطي النوادي البيئية بالمدارس الابتدائية. هذا الملتقى الغاية منها هو التعرف على تجارب نوادي المدارس الابتدائية، تجارب المجال البيئي. اليوم عندنا في منطقة المربين البيئي بالشراكة مع وزارة التربية ودار العام الغابات ومكتب انطلاقة الغاب الملح ودار الثقافة، حاولنا نجمع المربين البيئي مع الطاقة الوطني 25 ولاية باش يتبادلوا الخبرات نتاعهم، وكذلك نقوم بإرساء اقتراحات للتربية البيئية في النهار الأول. قمنا بزيارة ميدانية لغان الملح متحف دار البحيرة اللي هو أول متحف وطني لمنطقة الرطبة في تونس، والنهار الثاني إن شاء الله باش نخرجوا باش نعملوا ورشة عمل، غدوة ورشة عمل باش نحاولوا نخرجوا باقتراحات على برامج سنوية في عمق الشتاء تمكن من تثمين التقنيات التقليدية للمحافظة على البيئة. شكرا.